كبلد ان احنا نرضى شويه. محتاجين كبلد ان احنا نعيد بناء المنظومه بتاعتنا بالشكل الصح. محتاجين ان احنا نعيد بناء منظومه القيم بتاعتنا. محتاجين نراجع ضميرنا شويه. محتاجين نراجع ادائنا. محتاجين نراجع العلاقه بيننا وبين بعضنا. بيننا وبين نفسنا. بيننا وبين وطننا. محتاجين ان كل مؤسسات التنشئه الاجتماعيه في مصر تلعب بدورها. محتاجين دور اعظم وافضل واقوى من الازهر ومن الاوقاف ومن الكنيسه.